ما جبتش الجرايد يعني؟ خلصت. يا سلام، ليه الناس اللي بيقروها كتروا كده فجأة؟ وبعدين بقى فاطمة، خليكي في البدنجان بتاعك. ايه هي ما ادتكش ريق حلو؟ إيه هي مين دي؟ بتكلمي عن مين؟ انا جبت سيرة حد؟ بتكلم على الدنيا. ما ادتكش ريق حلو النهاردة ولا ايه؟ اصلا انا متعودة عليك الصبح بلاقي بقك من هنا لهنا لغاية ما يابا بس ايه؟ يا حاج في ايه؟ مالك قايم مفزوع كده؟ انت فجعتني، داني داخل اغطيك خايف عليك تسع. معلش يا حاج بقى، تقدر تقول عقده قديمه من ايام شقق الطلبه، ما انت عارف. هتعرف منين؟ انت كنت المدينه الجامعيه. فاكر يابا كان المفروض اخش انا المدينه الجامعيه، بس بركات مين بقى ما دخلتش عشان خاطر على الامن. بس وانت ما تصدق تقوم تقعد ترغي؟ دي جزاتي، داخل اغطيك خايف عليك تسقع. اسقع من ايه بس يابا؟ ده جو ولع. ايه هو في حد كان بيزعق من شويه؟ لا مفيش يابا، ابويا كان داخل يغطيني. يغطيك؟ يا سلام، ومن امتى الكلام ده؟ ده عمره ما عملها حتى وانت صغير. امال داخل اعمل ايه يا فاطمه؟ انشله؟ هو في ايه؟ في ايه انت؟ مالك عصبي كده ليه النهارده؟ طب يلا قومي حضري الفطار، اهو محمود صح اهو. الله، انت داخل تغطيني ولا تصحيني يا بابا؟ انا مش فاهم حاجه. ما يلا يا فاطمه. طيب يا اخويا، بصير اعرف يا مين دي. ايه يابا؟ هو البلاستر على دراعك ده انت متعور؟ دي تعوره بسيطه يابا، اتعورت وانا شغال في المينا، مفيش حاجه. والله ازاي يعني؟ المينا فيها سفن، وانا بشيل كراتين البضاعه من سفينه لسفينه. عارف الهلب الكبير يابا ده بيبقى معدن، وبشيل الكراتين البضاعه من السفينه دي للسفينه دي، راح الهلب داخل في دراعي معورني. مفيش حاجه بسيطه يابا يعني. طول عمرك ما تعرفش تكذب وانت بطنك فاضيه. طيب يا حاج، ما هو انت لو كنت اديتني فرصه افطر كنت عرفت اسبك عليك الكذبه. انت كلمت شافع يابا. طب ما انت صاحي ومفتح اهو. صاحي بس مفتح لسه شويه. أنا حطيت الفطار، يلا الأكل هيبرد. طب بس شوية. هو إيه اللي شوية؟ الفلافل لو بردت هتبقى زي قلتها. وبعدين أنا عارفة كويس قوي إنك عايز تاخد وتدي مع ابنك. قوموا خدوا ودوا مع بعض وأنتوا قاعدين على الفطار. وما تخافش يا أخويا، أنا مش هقعد أفطر معاكوا عشان أنا ورايا هم ما يتلم. ابقوا قولوا لبعض أسراركوا الغرامية براحتكوا. تعالي هنا. أنت قصدك إيه؟ قصدي يعني انكم تحبوا في بعض بالهنا والشفا. طب لما هو الموضوع كده بس، امال سبت الشغل ليه؟ ها؟ ما طنط يا ابني، سكاتك كده قلقني. ما انتش عايز امك تسمع؟ نستنى شويه؟ يابا مفيش حاجه، لا تسمع ولا ما تسمعش يا حاج. ابا الموضوع زي ما حكيتهولك، مفيش حاجه يابا. انت عبيط هلا؟ وانا هتوه عنك؟ معاك حق، طالما الموضوع فيه سر يقلق يبقى ما انتش عايز امك تسمعه. استنى. اصدقائي الصغار صباح الخير. هو فين بابور الجاز؟ في ايه يا عبد الناصر؟ عاوز اعمل كوبايتين شاي. يا سلام، ومن امتى انت بتعمل الشاي؟ أكلة معتبرة زي دي يلزمها كوبايتين شاي معمولين على بابور الجاز. هو فين البابور؟ سلامة الشوف، ما قدامك أهو. أيوه. إيه أنت مالك تايه النهاردة ومش على بعضك كده؟
في ايه؟ من زمان ما عملناهاش. هو ايه ده؟ فاكره محمود ايام المذاكره في الشتاء؟ طبعا. انا هعمل لك كوبايتين شاي عجب يهضموا الفلافل اللي كلناها دي وتصبح كأن لم تكن. يا سلام. طب وغليت الميه اللي بعتها لنا تحيه بنتك لازمتها ايه بقى؟ يا سلام. طب ما انا جايب لك غساله اما وانت غاويه تغسلي على ايديك ومش عايز تريحي نفسك. في ايه يا بطل؟ اصل احنا ناس صحاب مزاج. نعمل حسابك معانا في الشاي؟ لا يا خويا مش عايزه منك شاي. ما تستعبطش انت وهو. انا فاهمه وعارفه كويس قوي انك عايز تقول كلام سر لابنك وعشان ما اسمعوش هتشغل الوابور عشان عارف اني بدرس منه. لكن بقول لك ايه انت وهو، لو ليكوا اسرار غراميه وعايزين تقولوها لبعض انزلوا انكشحوا من هنا وقولوها على القهوه. اهي قريت لك اسرار غراميه يا ست. اني من ناحيتي الدار امان. تقولش كده على نفسك النبي يا بابا. اسكت يالا. الدور الباقي على ابنك. بيحب يا ستي. ابني؟ ايه ده يا محمود؟ ولا انت هتتجوز واحدة من الشارع؟ شارع؟ ايه ياما الكلام ده؟ الكلام ده جبته من الافلام يا اخويا. ايوه الاسطوانات اياها. تلاقي البت قابلتك وقالت لك بحبك وبموت فيك، ده انا غلبانه ويتيمه وبصرف على اخواتي الغلابه. صعبت عليك قلت استرها مش كده؟ ما انت طالع اهبل زي ناس. اوعى تصدقي جوز بنتك الضلالي وبنتك الهبله. محمود يعمل كده برضه؟ يروح يجيب بنت من الشارع؟ ده موضوع تاني هيبقى هو يحكي لك عليه. احكي لي على ايه بس يابا؟ مفيش حاجه. ما انا قلت لك هما يومين وراحوا لحالهم مفيش حاجه. طب ويومين ليه بس يا حبيبي؟ فقت ياما، فقت وافتكرت اني مش لاقي اكل، قلت بلاش ابهدل ولاد الناس معايا. هتقول الكلام ده تاني؟ ما قلت لك ربك هو اللي بيرزق. قول لي البت حلوه وبتحبك؟ لا اله الا الله. انا قايم انام يابا. استنى اقعد. شفتي اديكي سديتي نفس الواد عن الاكل. انا برضو اللي هسد نفسه على الاكل. ماشي ماشي يا محمود، خلاص طول عمرك دلوقتي وسرك مع أبوك وبتاخد رأيه في كل حاجة. طيب والله ما أنا مدياك كرتونة الكحك وهبعتها لأحمد أخوك وهبرشمها وهعدهم وأتمم عليهم مع أحمد اللي برقبتك، وإياك تمد إيدك عليهم. اخص عليك، يبقى خلي أبوك ينفعك. أيوه ما هو سرك، إنما أنا خلاص بقيت الهبلة اللي يدوبك بتطبطب وتدلع وتدعي لك وبس. ماشي يا محمود. يعني عاجبك كده يابا الفتنة اللي أنت عملتها في البيت؟ ولا يهمك، اضرب الكحك كله وقول للواد أحمد إنه ضاع منك في البجوع. بس حتة فكرة بتاعت الوابور هتحرق الشقة عشان أمي ما تسمعش. ما تزوغش من الكلام يالا، البابور هيوش أهو والصوت هيعلى. قول لي بقى ايه الموضوع؟ مفيش يا حاج. نعم روح امك. اعمل الهيلمان ده كله وهب بدايه في البابور وترجع تقول لي مفيش يا حاج.